عماد الشطي من مواليد 26 78 عام اليوم. انا نخدم مرمى، نخدم كل ما هو معناه بالساعد وكذا. بدايتي كانت مع مجموعه معناها من تلامذة 18 جانفي، نخص بالذكر معناها الرفيق صبري غالي، طه بشر وشهيد علي بن عبد الله. الحكايه بدات معناها انهم كانوا معناها نجتمعوا في القهوه، ومعناها كل مره كانوا يحكيوا لي معناها على الفكر اليساري، يحكيوا لي معناها على كيفاش معناها فهمت النظام هذا يلزموا معناها يتيح. الحقيقه بصراحه معناها المجموعه هذيك كانت نتعلم منها حاجات اخرى، معناها نحسهم انهم صادقين، نحس من ولاد الشعب. انا الحقيقه ما قريتش برشا فهمتني، انا مستوي اولى نظام اولى ثانوي بالنظام القديم معناها فهمتني، وغير منهال زاد. اما بصراحه كنت اتعلم منهم، كنت نقرا مثلا يجيبوا لي جريده صوت الصعب في السريه، معناها فما بيانات زاد نقراهم وبعد يقولوا لي معناها احرقهم. في فتره سريه كانوا مدوني بكتيبات صغيرين معناها فهمتني، الكتب الحمراء اللي صغيره فهمتني، كانوا معناها مدوا لي كتب كارل ماركس فهمتني. رغم اني في الفتره ذيك ما نعرفش نقرا، لكن معناها فما حوايج واضحه مبسطه كذا فهمتني، نستوعبها معناها فهمتني. وانا الحقيقه راني تطورت برشا معناها فهمتني، بحكم معناها رفاقي وكذا راني نتطور ونقرا برشا حاجات فهمتني، مدوني بكتب ونقرا. وكنت التحركات الكل كنت نراف وجوه يساريه معناها تقودها الحقيقه معناها بعد بالثوره ديريكت معناها مش نلقاهم، كان هما معناها الرفاق اللي معناها فهمتني لازمني نكمل معاهم نناضل وكذا. احنا هم حكام الشارع، احنا الفلاح في المزارع، احنا العرف واحنا الصانع، واحنا الانسان الاعلام، احنا الحركه التلميذيه، واحنا الصحوه الطلابيه. وقت الهجمه البوليسيه في التحدي عن غرام، اعطينا دروس في النضال، تاريخ جيال وجيال، ما عرفنا يوم المحال، ولا تنجم آلة تكبحنا، واللي في باله سؤال، احنا خسرنا ولا ربحنا، احنا ربحنا، احنا ربحنا. بعد الثوره تفرغت للعمل الحزب، انا تفرغت كريمون للحزب فهمتني، للنضال، للشارع فهمتني. حبيت معناها اني اك الحلمه الكبيره اللي معناها كنا معناها شعارات بعد الثوره، اني معناها حسينا ان بالحق مش نبدل وجه البلاد هذه، انكر ذاتي صحيح فهمتني. حبيت نوصل معناها فهمتني، حلمتي كانت اكبر من معناها من وضعي، من تخليت كريم معناها سيبت السوق، سيبت معناها خدمتي، سيبت كل شيء، تفرغت معناها للعمل فهمتني، للنضال في الشارع، للتحركات الميدانيه الكليك، حتى في اعتصام معناها اللي صار معناها بعد الثوره. زاد تم عرض علي خدمه وحدي فهمتني، معناها واغراءات، وجابوا لي معناها فهمتني ورقه معناها انتداب معناها فهمتني. لكني قلت معناها حق الخدمه للناس الكل، وما نخدمش ني على حساب الناس اللي ناظر معاها، يا خدمه تجي معناها فهمتني. كانت مطالبي جماعيه. بعد بتبيع اني معناها رب اسره وفهمتني، وعندي معناها ثلاثه صغار وعاطل على العمل، خذ التجربه معناها اللي هو عملت اعتصام الكرامه واحد ودام 6 شهور فهمتني. من خلاله معناها تم ابرام اتفاق يقضي معناها بانتداب معناها 10 عمله فهمتني. والمعناها الاتفاق هذا ممضى من طرف السلطه المحليه والجهويه. الحقيقه انقلبوا على الاتفاق، عودت اعتصام الكرامه 2 واللي دام زاد اكثر من 6 شهور فهمتني. وفكيت حقي تويك حاليا معناها تم انتدابي معناها كعامل في وزاره التربيه، ونحس بروحي بالحق عندها طعم اخر الخدمه، لاني معناها فكيتها بنضالي، والنضال يجيب كي معناها فهمتني حاجه اخرى من تصور شات جيب معناها. ونحب الصوره هذه معناها نوصلها للناس اللي مازالت ما تحركتش، اللي مازالت تؤمن معناها فهمتني انه الخدمه تجي معناها بالركود وبالنوم وكذا. هذه معناها رساله لازم نوصلها للناس، حتى معناها العمال اللي معايا وعمال حريره ديما نوعيهم ونقول لهم راهم يجي حتى شيء راهو كذا. هذه سلطه معناها يلزمك تفك منها، يلزمك تعارك، ما دام حق مشروع يلزمك تعارك، يلزمك تفك فهمتني، والحقوق بالحق تتفك ما تتهداش. نتائج الانتخابات نتاع المجلس الاساسي كانت مخيبه للامل، صحيح انا كنت نتصور اكثر من هكاك، بحكم معناها ان كنا بالحق نناضلوا معناها فهمتني من اجل بنينا خير، كنا نناضلوا بصدق معناها كنا نتصوروا انه صوتنا مش يوصل للناس، لان صادقين نصحاب قضيه عادله، لان بالحق البرنامج اللي كنا نقدموا عليه هو البرنامج الوحيد اللي بالحق في معناها يلزم يطبق على ارض الواقع، وانه معناها مش يرقى بالمدينه هذه وكذا. تعبت صحيح بعد الانتخابات فهمتني، تاثرت، لكني معناها يلزمني الناظر. حمله التشويه كانت من قبيل معناها المراه الجميع، ومن قبيل معناها الكفار وملحدين.
الحقيقه انا ما اثرش فيا برشا، لاني كنت نعطي في صوره ناس على الحزب، معناها فهمتني، معناها الناس المحيطه بي الكل ما تراش فيا معناها اني كافر، اني ملحد، فهمتني. نقول لهم راهو الفقر كافر، الجوع كافر. انا في فتره من الفترات من زاده ما نجمش نخفي اني كنت زاده ما كان معناها نسمى من بانديه، معناها فهمتي، في صاحب حق، معناها مش شكل بانديه كما نوعك اللي يفك ولا يخطف، لكني زاده ندافع على زوالي، ندافع على الواحد، كنت معناها من الشباب اكل الثاير. ثم معناها نقله نوعيه صارت لي معناها بالمجموعه هذه الاولى، معناها بتاع تلامذه، معناها البعد، معناها الحزب زاده فهمتني عنده دور، لعب دور كبير في انه معناها فهمتني معناها تم تاثيري، فهمتني، فهمت اكثر، استوعبت اكثر، الحقيقه هنا تنقضت، فهمتني، لقيت شكون ياثرني، وهنا اليوم معناها دوري نلعب ويلزمني ناثر معناها اكثر شباب، يلزمني نبعد معناها ننأى به، معناها المحيط زاده محيطنا حبينا ولا كرهنا معناها فما خايب، معناها فهمتني، الاحباط اللي سببته معناها فهمتني الثوره للشباب هذايا اللي معناها اليوم معناها فهمتني الشباب كان يحلم معناها انه مش ينتقل معناها بعد الثوره معناها انتقال نوعي، انه مش يخدم، انه مش معناها مش يتطور، اليوم حقيقه معناها فهمتني حاله احباط، نجم ترجعوا معناها نفس المربع القديم. اليوم معناها نحاولوا معناها نائب معهد رفاقي فهمتني وهناك عامل وقريب لهم برشا، نحاول معناها اني نقول له ليه راك معناها فهمتني هذا مش حاله معناها ما تعيشش الاحباط، راي معناها فهمتني الثوره مستمره، رانا نجموا نغيروه الواقع هذا، رانا نجموا نلعبوا فيه الدور معناها الرئيسي، راه مش بالضروره معناها النخبه فقط هي اللي تغير، لكن نحن زاد معناها فهمتني لازم نغيروا.